تزامنا مع موجة الحرارة اللي كتشهدها إسبانيا في هذا الأطلس، في هذا العفو قلت لكم الأطلس الأندلس، فحرارة كبيرة كتشهدها خلات المواطنين أنهم يهبطوا للشاطئ، يهبطوا للشاطئ من أجل الاستمتاع بهذا الحرارة ديال الشمس كما كتشوفوا، وأيضا للسباحة. كنشوفوا هنا مواطنين داخل البحر كيتبحروا، كنشوفوا ناس جالسين أشعة الشمس هنايا، فالكل ينتظر وصول الصيف هنا، الكل ينتظر وصول الصيف هنا. هاد السواحل ديال كوستا، كوستا دي سول، منطقة معروفة بالشمس، معروفة كذلك بالشواطئ ديالها الجميلة الرائعة. داكشي علاش الناس كتفضل أنها تمارس هذه الهواية تاع السباحة اللي عندها، خاصة في هذه المناطق اللي كتشهد واحد الحرارة اللي هي كبيرة 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 بزاف. متتبعي قناة شوف تيفي، اكيد اخي محمد هذه المنطقه دائما كتشهد واحد واحد الحراره مرتفعه طيله السنه. كتكون شويه ديال البروده فاش كيكون الثلج كما كتشوفوا، باقي شويه ديال الثلج على الجبال ديال سيرا غرناطا كما واحد، ولكن الحمد لله هنا في المنطقه هذه ما كاينش برد، ما كاينش اجواء اللي هي يعني قاسيه، فالناس عندهم كما كتشوفوا الناس كتدخل البحر كتعوم، الناس كلشي مصيف تقريبا، كلشي مصيف هنايا، لا في الكورنيش ديال المدينه لا هنايا في الشاطئ، كلشي عايشين بطبيعه الحال متاقلمين مع هذا الوضع هذا. كتلقى انجليز، كتلقى ناس من مختلف الدول مستقرين هنايا في هذه المنطقه هذه من اجل يعني البحث عن هذه الاشعه ديال الحراره اللي كتشوف. هكذا تبدو الأجواء هنا بهذه المنطقة، منطقة كوستا، وهذه الشواطئ اللي تبارك الله عامرين المواطنين والمواطنين. هذا الشاطئ تقريبا شي 9 كيلومتر اللي فيه اللي كله عامر، هكذا كله عامر بالمواطنين والمواطنات، الناس تيعوموا، كاين الناس اللي كتجي فوق مور الجوج مور الثلاثة تيبغيو ديك الأشعة تاع الشمس اللي كتكون خفيفة شوية، يحاولوا انهم يروحوا هذا المنطقة هذه. حرارة مرتفعة اليوم، خويا حميد هذه المنطقة ديما معروفة بالحرارة خويا، هاد المنطقة عند كوستا دي سول، ماربيا، فونخيرولا، بنا مدينة، ثلاثة د المناطق اخويا ديما فيهم الحرارة، ديما فيهم الحرارة، كذلك توري مورينوس أيضا تاهي، لكن الناس أغلبية كيجيو فونخيرولا، بنا مدينة، وماربيا، هاد ثلاثة ديال المدن هما اللي كيجيو لها الناس بزاف، كما كتشوف يعني حتى واحد ما لابس هنايا، سواء تاع فصل الشتاء، كلشي مصيفين في هاد الساحل هذا كما كتشوف. هكذا تبدو الأجواء متتبعينا في هذه اللحظات اللي كتشوفوا حاليا. مشوا بكم للجهة المقابلة باش تشوفوا حتى الناس يعني نوع الملابس ديالهم، طبعا الحال ما بقاش يلبسوا الفصل ديال الشتاء والبرد، أغلبية ديال الناس هنا مصيفين، أغلبية ديال الناس بدات كتفكر أنها تجي تدوز الفصل، تجي تدوز هاد شهر 4 وهاد شهر 3 تدوزوا هنايا في هذه المنطقة هذه. كما كتشوفوا الشباب جايين
السنارات ديالهم، جايبين الكرة ديالهم باش يدوزوا واحد الوقيت هنايا في هذه المنطقة كما كتشوفوا. البشير كاسمي خويا غادي نقربوا لجهة البحر، نكملوا بهذه المنطقة. لكن ما قلت لكم الاخوان كلشي الناس مصيفين هنايا، كلشي الناس مصيفين، كلشي الناس مصيفين في هذه الاثناء هذه. تقريبا بدات الحرارة يعني من اليوم، من اليوم حتى لواحد المدة كتبدا الحرارة هنايا في هذه المنطقة هذه. كما قلنا لكم متتبعي قناة شوف تيفي، كما قلت لكم في الاول انه هذه المنطقة هذه دائما فيها كتشهد واحد الموجة تاع الحرارة على طيلة السنة. هنا فصل الشتاء قليل فاش كاين كتشبشت هنايا. هذا العام صبات واحد السيمانة هنايا صافي ومشات، أما باقي الأيام أنتم كما كتشوفوا. البشير قاسمي، واش كاين شي ثمن مناسب للفنادق؟ الفنادق أخويا 13 أورو، 13 أورو الليلة، 13 أورو لواحد الليلة هنايا. فمن 13 من 10 وطلع لفوق واحد الفندق هنا كاين في سونطا داير 18 اورو تقريبا. ومن الاحسن تذكري انك الانسان يجيب العائله يكري بارتمان صغيره، بارتمان واحد جوج اسابيع نقاملو رخيصه. راك عارف كاين العائلات المغربيه اللي كتجي فرنسا من بلجيك الى غير ذلك، تعجب لهم يطيبوا في الدار الى غير ذلك. فالماكله رخيصه هنايا، الماكله من 30 درهم تاكل، ابتداء من 30 درهم في هذه المنطقه هذه، ابتداء من 30 درهم اخوتي تاكل. اما الا كنتي باغي تشري من السوبر ماركت وتصاوب راسك في داكشي نقام عليك رخيص. ولكن قربوا الناس اللي غادي تدوز لافاكونس، طبعا الحال جميع الناس كيديروا واحد اختصدوا الى غير ذلك. فكنعطيو الناس، كنعطيو لهم كما كتشوفوا الناس يستلقاونا في الأشعة تاع الشمس هنايا. منطقة كوستا معروفة في العالم الإخوان، منطقة ماربية إلى غير ذلك، فمعروفة في العالم أنه الناس كيجيو يدوزو الفاكونس ديالهم في هاد المنطقة هذه. منطقة يعني مأمنة ونقية بزاف، نقية بزاف لواحد الدرجة ما تصوروش، لواحد الدرجة ما تصوروش. هذا ديال واحد الريستوران ديال تشينو، ديال شينوا، دايرين داكشي تاع السوشي وداكشي، شي 150 درهم يمكن ولا 140 درهم كتاكل راك تما وصافي، كتاكل وحده كتشبع. كاينين بزاف هاد الريستوران كتعطي 150 درهم كتاكل وحده كتشبع. بزاف الناس كيعجب لهم بحال هاد الريستورات هادو. مرحبا خويا قاسمي، بارك الله فيك اخويا، نتمنى ان شاء الله تزوروا هذه المنطقه هذه. المغاربه العام اللي فات باش ما قدروش يمشيو للمغرب جاو دوزوا الفاكونس ديالهم هنايا، عجبت لهم بزاف. شحال من واحد ولا كيفكر انه يبقى يدوز الصيف ديالو هنايا في هذه المنطقه هذه. واخا كوستا، واخا ماربيا الاخوان، واخا فونخير ولا الى غير ذلك، فالكونسوماسيون رخيص بزاف. القهوه اورو 30 تقريبا، 13 درهم 14 درهم 12 درهم، هادشي اللي وصل الكافي هنايا على الشارع هنايا. واخا تشوف داكشي على البحر داكشي فما كيغليوش، كيديروا اثمنة جد مناسبة. المطار اخويا ديال مالاغا اخويا البشير، المطار ديال مالاغا ما بعيدش بزاف من هنا، بواحد 15 دقيقة، 15 دقيقة ما بعيدش بزاف قريب. انت كما كتشوف كلشي الناس مصيفين، كلشي الناس هابطين للبحر. الحسين اخويا احنا فين خير ولا احنا مربية؟
حمد الله حمد الله. احنا اخويا ما عندناش الحجر الصحي هنا، الحجر الصحي كان واحد مره في العالم وما بقاش دابا صافي. كاين واحد المره اللي دار واحد مره في اسبانيا هنا صافي، من تما ما حلفوا ما يعاودوا يديروا لانه الناس ضرت بزاف بزاف بزاف. فصعيب صعيب صعيب دير الحجر الصحي اخويا، واخا يوقع اللي وقع. حضر التجوال الليلي مع 10 الليل حتى 6 الصباح، ولكن هذه السيمانه ان شاء الله غادي يحلوا مالاغا، يحلوا كل شيء، ترجع الحياه كما كانت. هذه السيمانه ان شاء الله كل شيء غادي يرجع كما كان ان شاء الله. لما الاصابات تراجعت بزاف الاصابات، البشير حدا مربية، ماشي مربية بالضبط، حنا ماشي حدا مربية، مربية بعيدة بواحد 20 كيلومتر من هنا، يعني حنا في الوسط، حنا بين مدينة، بين مدينة وبين مربية، حنا في الوسط. مرحبا خويا البشير، وصراحة تقال هنايا الإنسان ما غاديش يخسر بزاف الفلوس. وغيدوز واحد الفاكونز ديالو في احسن الشواطئ اللي كاينه في العالم. وباش تيميز باش كيتميز هاد الشواطئ هادو، فيهم لي تواليت، فيهم داك لي دوش، فيهم كلشي، اي حاجه بغيتوها الا وكاينه هنا في هاد المنطقه هادي. ألعاب الدراري الصغار، هشام طلع لسيفيا اخويا، غير يحلو اخويا نطلع عندكم، كنستناو يحلو اخويا، كنستناو يحلو ان شاء الله ونطلع لسيفيا. بزاف الناس اللي عيطوا لنا من سيفيا، غادي نطلع عندكم اخويا، غير هو مساله وقت صافي، مساله وقت. الشباب كما كتشوفوا كيلعبوا كره هنايا، هنا راه ماشي بحال اوروبا، هذه ما كنعتبرهاش اوروبا، كنعتبرها بوحدها شي حاجه بوحدها، لانه كاين الثلج في النواحي ديال الشمال، كاين الثلج بزاف في هولندا وداك الشيء، كلشي كاين فيه الثلج. هنايا لا، هنايا الامور غاديه بواحد الشكل هو عادي جدا، واغلب ما يميز من نقالز هنا، ساكنين بزاف نقالز هنايا، بزاف ديال نقالز هنايا، في الناس ديال الفنلنديين الى غير ذلك ساكنين في هذه المنطقه، هذه منطقه سياحيه بامتياز. كتشوفوا لي ريستو عامرين، تيفرحوا الناس ديال ريستو، تيفرحوا بزاف فاش كيلقاو، فاش كتكون الشمس كتكون داك الشيء، كيكونوا الناس يعني مزيانين هنايا. قاسمي قلت لي قربنا شويه للبحر، نقربكم شويه للبحر هنايا باش تشوف. العائلات مازال كيجيو على البحرات كما كتشوفوا، مازال كيجيو. تحيه لك خويا هشام، الله يحفظك اخويا، راه غادي نجيو لسيفيا، مساله وقت اخويا فقط، كنستناو يحلوا التنقل بين المدن باش نتلاقاو مع بزاف ديال المغاربه اللي عيطوا لنا، قالوا خصكم تجيو لسيفيا، غرناطه، الى غير الميريا، الى غير ذلك، كلشي غادي نجيو عندكم اخوتي، غير مساله وقت اخويا يحلوا هاد المدن الى غير ذلك ان شاء الله، وغادي نزور. تحيه للناس المحمديه وناس كازا طبعاً، الحال اللي متابعينا والناس اللي كتبارطاجيو، كلشي بارطاجي الاخوان، كما زرحنا معكم في هذا البث المباشر اللي كنقدموا لكم دائما من هذه المنطقه تاع كوستا. خويا عبد الغني الاثمنه ديال الفنادق هنا راك عارف، من 15 اورو 20 اورو الفوق، 15 اورو 150 درهم 200 درهم تقدر تنعس، داك الشيء نقي زوين الى غير ذلك. فانا منطقه سياحيه بزاف بزاف بزاف، الساحل كله، والاثمنه ما كتشوفهاش غاليه بزاف،
بزاف الناس يقولك لا راه مشيت لاسبانيا خسر نفسه، انت على حساب فيك تاكل على حساب فيك دير، خصك تجي تسول شويه. كاين الريستورانت المغاربه هنايا كاين مجموعه، الا كنت واحد الطياره قريبه لهي راه كتهبط للمطار، اذا المطار كيمكن لك تشوف الطيارات اللي كيهبطوا لهم هذه المنطقه هذه من هنايا. فالمطار قريب ومنطقه جميله ورائعه، هذه المنطقه هذه المدينه تبدا فوين خيرولا تبع الملاقا فوين، نكتب لكم الاخوان ونحاولوا انكم تقلبوا عليها وتقراو تشوفوا. اذا تحيه لكم كاملين اخوتي، نتلاقاو ان شاء الله بكم عما قريب في بث مباشر اخر. دمتم في رعايه الله، شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء.